السلطانة الأم طلبت منا نجيبها لهون على غرفتك، مو حابة شوفها. رح أتذكر حظي المشؤوم كل ما شفتها جنبي. علاقتي فيه بدت بحريق ورح تنتهي بموت. لا سمح الله، لا تقولي هيك، حرام عليكي. خلينا نطلع نشم هوا نضيف. إبراهيم مو بالحديقة؟ الهوا بدونه رح يخنقني، وإذا شفته هنيك بدي عزبه لإله كمان، وهو ما بيستاهل. خاف على حضرة المفتي يا بيري باشا، طالما عنده هالعزم وهالإصرار ما رح يصير له شيء. إن شاء الله رح نوصل عرودوس ورح نصلي مع بعض هنيك. الله يسمع منك يا مولاي، الله يوفقك ويقدرك تعمر هنيك جامع كبير كمان إن شاء الله. إبراهيم روح جيب لي مصطفى، بعد اللي صار مبارح أنا حابب شوفه. اللي صار مبارح خوفه كتير. لأنه السلطانة طلبت مني ما قدرت إلا لا. لهالدرجة أنت بتحبيه لإبراهيم؟ وبعشقه. يا ريت لو كان فيني ساعدكم، كنت ما خليتك تتزوجي غيره أبداً. إبراهيم شخص أخلاقه عالية وأمين يا خديجة، بظن ما في حدا رح يقدر يسعدك ويقدرك غيره هو. والله مزبوط، بس أنا شو بساوي؟ خديجة، ماما، تعالوا شوفوا شو كتبت اليوم. يلا خديجة، فوتي حبيبتي جيبي مصطفى. امبارح بالليل قلقت عليكي كتير، حسيت حالي رح جن، بس مسؤول الجناح الملكي هداني، كنت خايف تتأذي من الحريق يلي صار. بعتذر منك سلطاني، كل لحظة بدونك بحس دهر. يا ريت لو فينا ما نستنى حتى يرجعوا من الحملة ونتزوج هلأ وبسرعة. إبراهيم تعال شوف شو كتبت. جاي أخذ الأمير مصطفى فخامة السلطان طالبه هلأ، بعتذر على المقاطعة. ما في مشكلة، نحن على كل حال خلصنا الدرس. إبراهيم أنا خلصت دراسة، أنا اشتقت له كتير لبابا، يلا خدني لعنده. خديجة يلا امشي معي. سلطاني بتمنى اشوفك دائماً.